مشكلة. خلينا نتمرن، انت ما تدربت. ايش دراني؟ السلام عليكم وحياكم الله في فيديو جديد. قبل ما نبدا المقطع عندنا خبر جدا جميل لكم. سوينا فقره جديده في قناه ترو جيمنج عشانكم وعشانكم انكم حبيتوا المقاطع اللي قبلها كانت فيها تحديات، وسمينا هذه الفقره باسم تحديات. فهذا الفقره دائما حنجيب العاب جديده قديمه، العاب تنرفز فيها تحديات، حنسوي تحديات عجيبه وغريبه. وكمان عشان الفقره دي تصير احلى واحلى، انتم مفروض تشاركون معانا. كيف تشاركون؟ كل اللي عليكم تسوونه انكم تكتبوا في الكومنت تحت اسم اللعبه اللي تبغون نتحدى فيها ونوع التحدي وكيف التحدي، واكثر كومنت ياخذ عليه لايكات راح نسوي في الفيديو القادم على طول. فنحتاج العاب عجيبه كذا وغريبه وتحديات شاطحه، نبغى تحديات جميله. بس ارجوكم ابعدوا عن التحديات اللي فيها اكل فلفل وعصر ليمون على العيون والاشياء ذا الهبل، مو بعندنا. والفيديو هذا اول فيديو رسمي في فقره التحديات، واللعبه هي Getting Over It. اكيد اغلبكم شاف اللعبه ذي في اليوتيوب، اغلب الفيديوهات عنها ذحين. تعرف ذاك الشخص اللي جالس يود القدر حق شربه مع المطرقه يجي يلفلف فيها وبعدين في النهايه اي غلط ترجع البدايه؟ لعبه مره تنرفز، واليوم بتحدى الشباب فيها. كل واحد عنده 5 دقائق ونشوف مين يقدر يوصل ابعد مكان. بس ولكن اذا خلصت ال5 دقائق وانت في البدايه، ولا فرضا طحت في مكان بعيد، ما احسب لك فين انت وصلت، احسب لك متى فين خلصت 5 دقائق، وراح اقول لك اوكي هذا المكان انت فيه. تقدر تقول انه خلاص انا خلصت بوقف هنا، وهذا المكان اللي نحسب لك اياه انك انت وقفت فيه. وايضا المتسابقين ما يعرفون فين المتسابقين الثانيين وقفوا، كل واحد يلعب ولا احد داري عن الثاني. فانا اول واحد راح ابدا، والحين يبدا العد التنازلي. ما شاء الله الشباب كلهم قاعد يتدربون من امس على اللعبه دي. يبغى له تركيز، بس انا ما عندي وقت اني اركز، فلازم اطير فيك بسرعه. اوكي عادي عادي عادي، هذه يبغى لها حركة كذا فنية. شوف تحط المطرقة هنا، واو جبناها صح. شوف يا سلام، والله اني والله اني والله اني شكلي والله قدرت، والله قدرت، والله قدرت. يا سلام وصلنا مكان كويس. يا ود يا ود اشبك يا ود اشبك ام المطرقه اشبك. اي اي يا تلح يا ابله يا الله اطرب شاي. لا لا يا سلام اوكي ممتاز. يا 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 الله هولي ادري كيف جات هذه. يا يا اوكي والله ودي اجيب، والله اجيبها صح، والله قاعد اجيبها صح. هولي هوي ها يا اخي ليش قاعد يحفر فرار؟ ليش؟ اوكي يا سلام يا سلام. هويا ما صبطت. هويا اوي يا يس 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 يس. خلاص بثبت انا بثبت انا، ما حمشي قدام زياده. اوكي باقي لي 15 ثانيه والله اني جبتها صح. نروح المتسابق اللي بعده نشوف مين يقدر يوصل زيي. عبد الله عبودي الفرفوري. مشكله خلينا نتمرن، انت ما تدربت. ايش دراني؟ عشان كذا قلت لك عشان تدرب بس. طيب يلا الى ما نبدا شوي، ما راح ابدا الحين، بس هذا تدريب. ما لعبت يا اخي من امس. شو نصب لك 3 ساعات تلعب اليوم؟ المتسابق الثاني، عرفنا نفسك. يطلع هنا كيف يطلع؟ يطلع من عندي هنا. من عندك؟ من جهتي الظاهر اتوقع. وين بتحط لي عشان احط يدي؟ خلاص حط يدك. خلاص طلع اسمك عليه. اوكي. يلا. دوس بدأ الوقت. بدأ الوقت. 5 دقائق عندك. اسمع كليك كليك كلوك. هي عبارة عن التوازن. التوازن الجسدي مع النفسي. اوكي 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 الثاني تقدر. اصبر شوف انا لو عارف اطلع بس من الشجرة هذه، لأن هي دائما تعقد حياتي. هي الشجرة ذي عبيطة. صحيح؟ ما شفت قدام. والله طلعنا فوق. يا شفنا بلاوي، يا شفنا جن وشياطين. انا بس ابغى اعد الشجرة هذه واموري تمام، بس اطلع فوق. ايوه. انا ما احتاج الا ثواني بس اعد الشجرة هذه. اوكي واحدة قوية. واحدة قوية. واحدة قوية. واحدة قوية. العبيط. لا بس هنا ركز هنا ركز هنا هنا وادفع نفسك بما قوة وكل شيء. وسع المساحة. شوف طيح الجوال. اقول لك ما ينفع على الطاولة ترى. لازم ثبتها زين، ثبتها اول شيء. ثبتها هنا. ايوه شد شد كذا كبر. ايوه سلام.
ليش؟ اوكي اوكي هذه يبغى لها برضه دفعه قويه عشان ابغاك توصل هنا. هذه يبغى لها تطير ثوريو واللي بعده. ايوه لا ترجع لا ترجع لا ترجع لا ترجع قوية 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 ما يمديك تدفه في الشاشة لا تحاول. قاعد تهش ذبان انت عمره. اوكي باقي باقي لا 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 اصبر 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 شوي شوي ايوه طيب بقوة كم باقي لي كم باقي لي دقيقة دقيقة عندك يمديك الجازي يمدي 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 اروح طير فوق لا كذا ما يمديك كذا ما يوصل لازم تطير فوق عشان يوصل للقهوة انت بس حدك يجيب القهوة خلاص يعتبر انجاز تبي 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 ترى منطقة حساسة ترى مو عيب المركز الثاني ولا الثالث ولا بتكون الأخير كم باقي كم باقي باقي 44 ثانية بني آدم طماع ما عليك عبد الله كمل انت وحش لا تسمع كلامه ترى بيضيعك عبد الله انت الأول مكانك عبد الله مكانك الأول روح ما عليك لا تسمع كلامه راح يضيعك ما ضيعك باقي لك كم؟ باقي لك 20 ثانية، يا يعني انك تطلع فوق الانبوبة السوداء يا يعني انك توقف. طب بس مدد شوي على فوق عشان ها تقرب شوية. اوه اوه 3-2 وقف احسن لك وقف. خلاص خلاص. اوكي. صورنا لك اياها. خلاص يا مزعج انت. تمام يعطيك العافية. الله يعافيك. والمتسابق اللي بعده، مين معانا؟ حسن جريس. طيب ابشر طال عمرك. تقدر تقدر تبدا الحين اوكي إيه. مره سهله ترى طيب سهله بزياده حسن حسن وش سهله يلا ما قدرت 50 ساعه زيكم ترى ما عندك الوقت كله يا اخوي يلا إيه. ايش بك متشعبط فاضي سلام عليك هو حيمشي سوي له كذا لغوص حيمشي حيمشي لا لا لا, لا كذا غلط اوه حريف حريف والله استاذ لا لا ان شاء الله بس تجيب العيد ترجع للبدايه كيف لا يا شيخ بصيح لوف بقوه لا لا انت لا حرام علي توقعتها رجعت للبدايه شكرا شكرا انك خلتني يعني شوف شوف مكاني هنا مرتفع صح يعتبر على ارتفاع مو على هي الارتفاع هو الارتفاع صح خرب خرب المطرقه ما هي بحقتك ولا دافع فيها لا 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 اسف ليش انا اسف مو حقي اسف اني طيحته ايش تبي انت وش اللي دخل فيه انا انه طاح انا مالي دخل اوه كنت بسمعك يا سلام لا 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 لوح كانك مزمار لوح لوح ليش تترك دي دفعه كم باقي 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 كثير باقي كثير باقي 10 دقائق روح روح 10 دقائق حند عليك رجال حند عليك والله 10 دقائق زياده بس اهم شيء لا احد ينتبه لا احد يعلم ايش بيني بينكم ايوه بقوه لا 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 انت 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 هذه بقوه بقوه ما لا انت تعلم انك لازم كذا تشد تعلم السرعه وين من اعلى انا ما يمدينا نتكلم لا ما يمدينا نتكلم ما يمدينا نتكلم ابدا خلاص اول التحديات ما كانت رسميه الحين رسميه الحين ما في غش اول كنت ادلعكم يلا كل واحد دلعنا انت دلعنا والله حقفل عليك اللعبه قال لك ما ادلعك طيب ما تقدر بي 10 دقائق تقول لي ايوه ايوه حك حك ايوه حك 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 ام الجدار واه لا لا بالحاله شوي شوي بس شوي على قال لو تعلق فوق خلاص بس لا تكون تحت مره لا تكون تحت يعني اول الشجره ذي كنت ها كويس الحين طيب اعتبرني هناك ها خلاص هنا هنا مرتفع هنا يعتبر والله هنا افضل من تحت مكان مطرقة مكان مطرقة يعني تزعل. انا مكاني هنا ولا تزعل حتى مو مطرقة نفسها الخشمة دي اخر شيء احط لك لو تبغى ده واضح اني الاخير ما بقي لك النص دقيقة 13 ثانية انا اقول من الافضل انك كذا كويس ترى انا لازم اكون غشاش دائما يعطيك العافية حسن كانت مشاركة جدا جميلة استانسنا معك اللي بعده انا اكثر جيب المتسابق اللي بعد بسرعة جيب لي حمودي انت المتسابق الاخير الحمد لله اتوقع انك حتفوز ان شاء الله ابدا ان شاء الله ما في اي دلاله هذه المره حكمتي بتلعب دور الحين ما هذه المره ما ترى الوقت ماشي ترى لا تقول لي حكمه 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 ما حيفوزك الحكمه والصبر واللعب بهداوه هذه اسرار الفوز يا عمران ترى في ناس وقف عند الشجره ذي هذا سبويلر هذا لا بس انت حتعديه اكيد يعني يا سلام كبير والله كلام كبير كم باقي له من الوقت لا تحاول تلعب بعصابي انا باقي لك 10 ثواني اي والله تبي توقف هنا
ترى ينرفز هو يتكلم، ترى اذا شافك طاح يطقطق عليك. عارف وسخ. هو نفس تدري انه نفس اللي طور اللعبه، هو نفس اللي طور اللعبه ذيك حقت اللي حق الركض. الركض ذيك اللي ما ادري كيف تجري. انسان يحب يخلي الناس تعصب. هذه وسخه وسخه ذي. يعني والله يعني يبغى لها بس شويه قوه اندفاع. طب انا اضيعك؟ مستحيل تجيبني. خلي التحدي كذي ينرفز شويه. ايوه سوي اندفاع كذا اندفاع بوش 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 القهوه راحت. ايوه يا سلام واحده قويه وصلت. ايوه الحين ايوه تعرف النظام هذا خلاص ما يحتاج اغششك زياده لان قربت مني مره والله صح. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد لو تطيح الحين يا ولد مره حنبسط. ايوه سلام 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 كملها. لا لا نص دقيقة قاعد. سلام سلام لا خلي التيك توك شغال عشان اربشك. سوي اندفاع. لا 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 احسن لك سوي اندفاع من الركن ذا. اي اي اوب يا سلام روح زيادة بس هنا وقف تكفى. تبي توقف هنا من جد؟ ترى باقي لك 13 ثانية. بس وقف. وقف. ما تبي تطيح بالغلط. وقف. 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 اوكي ناخذ الصورة. نعلن عن الفايزين. يلا بسم الله تعالوا تعالوا تعالوا. من هذا؟ هذا اوكي المركز الرابع حسن. انا حسن. صفقة سريعة صفقة سريعة بس. سريعة بس. حاول تحسب لك. اوكي. اكيد. اللي بعده يعرف فين واقف. مين هذا؟ هذا المنصور. اي انت المركز الثالث. جميل جدا. المركز الثاني وين هذا موصل؟ هذا المركز الثاني محمد. شوف انا وين وصلت. مو هذا. خلاص. لا 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 هذه هذه. وقفت على اللمبه كذا. اعلى شيء قلت انا مستحيل محمد يجيبها. انت تعرفني ان انا اعلق عند اللمبه اصلا ما عديتها عشان كذا وقفت قلت بس كويس. يصير انا اول فائز في البطوله التحديات الرسميه الاولى. الاولى الاولى ايوه. ليش ايش فين الغش؟ والله ما في غش. سجلنا ومسح. والله ما سجلنا ومسح وكان عمران الاخير. لا الثاني كنت الثاني. كنت الثاني كان انا الاول. يلا بس مشيتها لك انا عادي. معنا ما حد لسه ما ندري هو الملف خرب حق امس التسجيل ولا عمران خربه؟ اتوقع عمران خربه. ايه كيف كان المقطع معاكم اليوم؟ اذا عجبكم المقطع لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناه. نحتاج فزعتكم يا شباب، ايضا فزعتكم في التعليقات. ما يقصرون والله ما يقصرون. لايكات شباب كثير واشتركوا بالقناه اللي مو مشترك، وان شاء الله ما نقصر معكم بالمقاطع. ولا تنسون التعليقات تحت عشان تقول لنا التحديات والاشياء ذي اللي تبغونها عشان نسوي لكم اياها. قول اسم اللعبه الجايه اللي تبغون نلعبها وطريقه التحدي. احسن فكره بناخذها ان شاء الله ونسويها. اكثر لايكات واكثر لايكات. خلاص سلام.